بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين آمنوا به واتبعوه وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده، فاللهم ارض عنهم وأرضهم واجعلنا جميعا من محبيهم الصادقين في ذلك المخلصين لله في العمل، كما نسأله جل وعلا أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سبحانه مجيب الدعاء. ومعن ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، وزاد مسلم: أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث المخرج أصله في الصحيحين يتعلق بالإيمان، وأن له أعلى وأدنى، وأن من أدنى الإيمان وأقربه إماطة حجر في الطريق أو شوكة والحياء. فهذه الجملة الكبيرة من الشعب هي الإيمان. أهل الإيمان الكامل هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كالذي مر في حديث ابن عباس: ومن كانت لهم خطايا أضعفت الإيمان أو قللت، فإن النبي لما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال عن آخرها الأوامر التي تتعلق بالمنكر وهي التي في القلب وليست في اللسان ولا في اليد، قال: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، يعني الذي لا يغضب لعبادة الله، لا يقدر أن يغير بيده معذور، لا يستطيع أن يغير بلسانه لأنه يخشى على نفسه إذا كان اللسان ممنوع، القلب لا يطلع على ما فيه إلا من يعلم الغيب، بل من يعلم السر وأخفى. فإذا لم يكن في القلب تغيير للمنكر فإنه لم يبقى في هذا الإنسان إيمان. هذه الشعب التي هي 74 شعبة أقلها إماطة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان. وفي الحديث الصحيح: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا فقدت الحياء، فاقد الحياء كبهيمة الأنعام لا يفكر في عواقب أخروية ولا شيء، فلا يترك هذا. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون دائما متفقدا أموره الإيمانية. فإن وفد عبد القيس في شرق الجزيرة وفدوا إلى النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم قبل الفتح، وأخبروه أنهم لا يستطيعون أن يصلوا إليه إلا في الأشهر الحرم، وكانت العرب تعظم الأشهر الحرم ولا سيما شهر رجب، لا ينتقمون من قاتل ولا يرتكبون ما يرونه منكرا، فقالوا: لا نصل إليك إلا في الأشهر الحرام، بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما المطلوب؟ قال: أن تؤمنوا بالله. أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: وأن تبذلوا 5 الغنائم في حروبكم لله ولرسوله. فدل على أنها القول والعمل والبذل أجزاء من الإيمان، وإذا فقدت يضعف الإيمان. فإن في الحديث الصحيح أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ف
فليحذر المسلم وليعتني بكمال إيمانه بقدر مستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى. أمور لا يصح الإسلام حقا إلا بالقيام بها، وهي التي قال صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله موقنا بها من قلبه، وصلى الصلوات الخمس، وأدى زكاة ماله، عصم ماله دمه وماله إلا بحق الإسلام. فهي شعب ذات أهمية في الإيمان، لا يكون الإيمان معتمدا عليه إلا إذا حقق لا إله إلا الله، لا معبود سواه بحق، وحقق شهادة أن محمد رسول الله، يعني أنه لا تدين إلا باتباع رسول الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. يعني لما أكمل الله الدين ما بقي مجال لأحد أن يزيد شيئا ويزعم أنه جزء من الدين، لا يصح إلا إذا كان عليه شيء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ليحرص المسلم على أن يتصف بالحياة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من الأنصار ينصح أخاه كأن أخاه يستحي، فقال له النبي: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي بشر وإنما يأتي بخير، يصرف المرأة عن الوقوع في أمور تستنكر، أو يصرف المرأة عن التقصير في أمور ينبغي أن ينشط بها ويبذل لها. فإن الإنسان قد لا يريد أن يتصدق، فإذا رأى من معه يتصدقون استحيا منهم، ليس منافقا ولكن كيف هم يفعلون ثم لا يفعلون. إذا رأى أحد يستنكر منكر قد يكون عاجزا عن استنكاره، فلما رأى من يقدم على الاستنكار نشط فأنكر المنكر. فليحرص المسلم على الاتصاف بالحياة، يستحي من الله أن يراه الله جل وعلا مرتكبا ما حرم الله عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، يعني والمؤمن يغار، وغيرة الله أن تنتهك محارمه. والله جل وعلا إذا غار لا أحد يستطيع أن يحول بين مقتضى غيرة الله جل وعلا وما يلزم لها من مجازات إن أراد المجازات. فاحرص أيها المسلم وحافظ على إيمانك واجتهد في ذلك، وبقدر ما تستطيع لا تقلل مما يغلب على ظنك أنه من الخير فيما يتعلق بالحياة، ما دام أن الإيمان 70 أو 60، أي عدد فوق 60 شعبة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فأكثر من الطاعات. وهناك طاعات لا تكلف المسلم شيئا: التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، أذكار مهمة ولا يكلف الإنسان إلا أن يشغل لسانه بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مما نصح به وأن يشتغل لسانك، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فليكثر من ذلك. ثم احرص أيها المسلم على العناية بما تعلم أنه نقص في عملك، احرص على تكميل العمل، حافظ على فرائض الدين. إذا رأيت أنك لا ترعى عن غي وتصلي فاعلم أن الصلاة مدخولة، فإن الله يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا رأيت من نفسك خللا وإخلالا وأنت تصلي فأعد النظر في صلاتك، هل كنت مخلصا فيها لله؟ هل أنت لما دخلت فيها حرصت أن تكون منصرفا عن كل شيء إلا في عن مناجاة رب العالمين؟ يحتاج الواحد إلى أن يفكر في موقفه الذي هو فيه. فإن الإنسان إذا وقف يصلي إنما وقف أشرف موقف للعبد يقف في هذه الحياة، يناجي ربه، يناجيه لما يقول الحمد لله في صلاته، يقول: الله حمدني عبدي. لما يقول الرحمن الرحيم في صلاته في الفاتحة، قال: الله أثنى علي عبدي.
لما يقول مالك يوم الدين قال مجدني علم أن الملك التام لي، فمن يملك يوم الدين يملك ما سواه، فليحرص المسلم يا عباد الله ولنغتنم هذه الليالي والأيام، فإنها فرص كريمة وميدان رحيب ومجالات ذات سعة، فليحرص الواحد منا في مناجاة الله، وإذا وجدت غفلة ولا بد فليبادر بالتوبة إلى الله والاستغفار، فإن النبي صلى الله فإن الله جل وعلا يقول يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار، لكن يقول وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم، فتجتهد في ذلك، كلما ظننت بنفسك غفلة وسهوا أو كلما اشتركت مع أحد في قيل وقال فبادر إلى التوبة والاستغفار، لأن الله يقول فاستغفروني أغفر لكم، وهو أخبر أنه يغفر للمستغفرين الصادقين، أما من يقول استغفر الله والله يعلم ما حمله على ذلك وإنه لم يحمله مخافة الله ولا الرغبة في عفو الله فهذا له شيء شأن آخر، فاحرص أيها المسلم في تحسين حالك ووضعك مع ربك جل وعلا بانتظار ثوابه واتقاء لعقابه، فإن المسلم محتاج في كل وقت أن يكون شاغلا وقته بين الخوف من عذاب الله وبين رجاء العفو والمغفرة من الله، فإذا شغل نفسه بذلك العبد فهو يرجى له إن شاء الله خير. ثم أكرر أن هذه الليالي المقبلة وليلتنا هذا وما يأتي من الأيام مجال كريم جدا للراغبين فيما عند الله، ثم نعلم أن كل لحظة تمضي لا يمكن أن تستدرك، فلنعود يعود الواحد نفسه إذا وجد إخلالا في لحظات فليبادر بعقد العزيمة على أن يتعاهد نفسه فيما يأتي ألا يكون من الغافلين، فاحرص أيها المسلم واجتهد، وإذا أمكنك ألا يسبقك سابق في الخيرات فابذل من صلوات من مجالس ذكر من دعاء من إنابة إلى الله، إذا فكرت في وحدك ولم يكن معك أحد فتفكر في هذا الكون وكيف وجد وكيف هذه الدنيا كلها كيف تدار وكيف تهب هذه الرياح يمنة ويسرة وكيف وكيف، فإذا تذكرت أن المدبر لهذا كله هو الله الواحد لعلك تخشع فتذرف عينك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد السبعة الذين يستظلون في ظل الله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، جرب من نفسك هذا تذكر قدرة الله في هذا الكون وشمول عفوه جل وعلا وشدة بطشه إذا بطش، إذا علمنا رياح تهب تصنع ماذا أو فيضانات تزخر ماذا تدمر ماذا، وكل ذلك بقدرة القادر على كل شيء، فاحرص على أن تكون علاقتك بربك جل وعلا علاقة الراجين عفوه الخائفين من عذابه الحريصين على اتباع ما شرعه لعباده، تعاهد نفسك أيها المسلم واحرص على تكميل إيمانك بالإكثار من ذكر الله والمحافظة على فرائض الإسلام، وقد مر عليك قول الله جل وعلا في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، احرص على أن تتعاهد الفرائض وأن تؤديها، وإذا أضفت لها النوافل فانظر ماذا يقول في نفس الحديث القدسي، يقول الله جل وعلا في نفس هذا الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ثم ماذا؟ فإذا أحببته كنت سمعه، لا يوجه الاستماع سمعه لاستماع شيء إلا إذا كان يثق أنه يستمع لأمر يرضاه الله، وبصره لا يرسل بصره منطلقا إلا إلى شيء يعلم أن الله يرضى أن ينظر إليه في هذه الحياة،
ويده لا يمد يده ليتناول شيئا إلا إذا كان مأذونا فيه من الله في شرعه، وكذلك في رجله. ثم تضاعف له الخيرات. فاجتهد أيها المسلم في تعاهد نفسك وتفقدها كلما أقبل عليك الصباح، تذكر ثناء الله على المستغفرين بالأسحار، فأكثر من استغفر الله. ثم أعقد العزم على أنك ستحاول أن تكف عن كل ما يشين وأن تشترك بكل ما تقدر عليه. الله لا يكلف العباد أن يفعلوا ما لا يقدرون عليه، بل يقول لهم فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول نبيه وخليله محمد إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن النواهي ليس فيها ما استطعتم، بل يقول عليه السلام وإذا أمرت نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فاحرص أيها المسلم على طاعة ربك. ثم إذا أنهيت صلاة الليل تفكر فيها، هل اعترتك غفلة وأنت تؤديها؟ هل حصل منك عزوب فكر؟ استغفر الله واسأل ربه أن يتجاوز عن التقصير، وأبدي لله، أظهر لله أنك تستحي من أن يراك معرضا، فاجتهد في هذا. وقد أخبر نبينا أن الله يحب العذر، يقول لا أحد أحب إليه العذر من الله، فهو يحب من عباده أن يعتذروا إليه. ومن الاعتذار إذا ارتكب الإنسان الذنب فندم وتاب إلى الله، فهذه التوبة نوع من الاعتذار، فليكن صادقا في كل ذلك. ثم أحرصنا أننا في استقبال ليلة، النبي أخبر أن من قامها ابتغاء مرضات الله أدخله الله الجنة. ليس هذا بالصعب عليك إذا عزمت مخلصا لله وهيأت نفسك في تلك الليلة. النبي اعتكف 10 أيام من الشهر من أول رمضان، فعلم أنها ليست في العشر الأول، فاعتكف 10 في الوسط فعلم أنها ليست فيه، ثم تأكد أنها في العشر الأواخر، ولم يحددها بدقة، لكنه ذكرها. ثم تلاحى اثنان من الصحابة، صار بينهم خصومة، فأنسيها، فقال التمسوها في أوتار العشر، يعني من اليوم 21 أو 23 أو 5 أو 27، وأرجاها، وقد يكون غير ذلك، لكن من أرجاها ليلة 27، وقد تكون ليلة 27 ليلة 6، فيكون الناس أخطأوا في الحساب في الرؤية، أو تكون ليلة 8 فيكون الناس سبق. احرص على أن تحتاط لها بحيث تؤدي على الأقل متأكدا ليلة قبلها وليلة بعدها، لعلك أن تفوز. ثم إن الفوز بدخول الجنة ليس كفوز تجارات الدنيا وأرباحها والحرث والبساتين وغير ذلك، لا. يقول الله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز. كن حريصا على أن تفوز. ثم النبي يقول ينبغي للمؤمن أن يحسن الظن بربه جل وعلا، لكن بماذا؟ بأن يقوم بالأعمال ويلتجئ إليه ويعتذر منه. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا لتحقيق الإيمان بالله جل وعلا وإخلاص العمل لوجهه جل وعلا الكريم، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصدنا عن كل شر، وأن يصد عنا كل شر بمنه وكرمه، كما نسأله جل وعلا بأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يحمي حوزة الدين، وأن يجعل بلادنا هذه بلادا مطمئنة آمنة على دينها ودنياها وسائر البلاد الإسلامية بمنه وكرمه، كما نسأله جل وعلا أن يعاجل المظلومين المضطهدين المعتدى عليهم الذين تجور عليهم دولهم وتبطش بهم البطش الكبير، نسأله جل وعلا أن يعاجلهم بالفرج، بأن يتوبوا إلى الله من ذنوبهم، وأن يقبلوا على ربهم راغبين فيما عنده، وأن ينصرهم الله جل وعلا على أعدائه أعداء الإسلام والمسلمين.
اللهم عاجل أهل الشام بالفرج بالتوبة النصوح والانتصار على الباطل، وأن يكون أمرهم بيدهم، وأن يوفقوا في ذلك كله، كما نسأله جل وعلا أن تحقق ذلك لأهل العراق، وأن ترينا في الصفويين ومن يعينهم في إيران والعراق وفي لبنان وغير ذلك، أن يرينا في من يعينهم عجائب قدرته، كما نسأله جل وعلا أن يرينا في الدولة الظالمة الكبيرة الخبيثة فرخ الشيوعية روسيا، أن يرينا فيها تدهورا واضطرابا في أحوالها وفسادا في قوتها واقتصادها، وأن تريها في أنفسها ما يجعلها تترحم من الناس، أن يرحموها، إنك على كل شيء قدير، كما نسأل ربنا جل وعلا أن يحقق للمسلمين اجتماع الكلمة واتحاد الصف والصدق مع الله جل وعلا، والحرص على إخلاص العبادة لله والبراءة من كل ما يشينها أو يدنسها، كما نسأله جل وعلا أن يعاجل اليمن بالخروج مما أوقعهم فيه أفراح الصفويين من يسمون بالحوثيين الرافضة الذين في اليمن، الذين ما كان لهم ذكر يذكر قبل هذه الفترة الأخيرة، قبل ثورة الرافضي الخميني ومعه ما كان لأهل اليمن شأن يذكر، الذين هم على الاثنى عشرية. ثم لما سعى رافضة الصفويين يريدون أن يغزوا بقية البلاد الإسلامية كما فكروا وسعوا للسودان وللجزائر ولغير ذلك، يريدون أن يصبغوها بالصبغة النجسة الخبيثة، فنسأل الله أن يخيب رجاءهم وأن يرينا في البلاد الإسلامية كلها التمسك بسنة المصطفى صدقا، وأن يهدينا سواء السبيل، كما أسأله جل وعلا أن يعاجل اليمن بالخروج من محنتهم، وأن ينصرهم وينصر من ينصرهم على الحق بالحق والهدى، إنه مجيب الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم وفقنا يا حي يا قيوم في ليلتنا هذه لما تحب وترضى، ووفقنا في بقية أيام النوالين لما تحب وترضى، واعف عنا وعاملنا بعفوك وكرمك وإحسانك، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.